يعني أهمية هذه الزيارة تحتاج إلى مداخلة يعني طويلة، ولكن أستطيع أن أختصر هذا الأمر وأقول أن العلاقات السعودية المصرية وصلت إلى مستوى التحالف. ما تم توقيعه في بداية زيارة رسمية لسيدي خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية من اتفاقات سوف ينعكس إيجابيا على إنعاش الاقتصاد المصري بإذن الله تعالى. وبالأمس أيضا كانت أول يعني الأخبار المفاجئة والسعيدة للشعبين، وهو إنشاء الجسر الذي تم إطلاق الجسر البري الذي تم إطلاق اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين عليه. هذا الجسر له أمور إيجابية عديدة. أولا سوف يربط قارة أفريقيا بقارة آسيا، سوف يربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وهذا سوف يؤدي بالطبيعة إلى زيادة عدد المصريين سواء كانوا الحجاج المعتمرين الزائرين، سوف يؤدي إلى زيادة عدد السياح، سوف يؤدي إلى إقامة مشاريع عديدة. كل هذه الأمور يعني لا أستطيع أن أحصرها في هذه المداخلة السريعة، لكن كلها سوف تعود بالنفع على البلدين. اليوم إن شاء الله تعالى سوف يبدأ البرنامج بتفقد مسجد الجامع الأزهر. يتفقد الترميمات التي تكفلت بها حكومة المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك سوف يتم وضع حجر الأساس للمدينة، مدينة البعوث الإسلامية التي تضم المبتعثين للدراسة في الأزهر الشريف، وهم من أكثر من 140 دولة. المرحلة الأولى لهذا المشروع الكبير سوف تبدأ ببناء 5000 وحدة سكنية لهؤلاء الطلبة. بعد ذلك سوف يشهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس المصري التوقيع على الاتفاقات الاستثمارية بين البلدين في قصر عابدين. وهنا يعني أود أن أؤكد مرة أخرى بأننا سنشهد هذا اليوم بإذن الله تعالى، أو سوف نسمع بإذن الله تعالى أرقاما يعني سوف تدخل البهجة والسرور علينا جميعا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أن بتخصناش بأي أرقام يا سيادة السفير خلال المداخلة الكريمة دي من حضرتك. اليوم إن شاء الله أنت سوف تستمع إليها بنفسك إن شاء الله، لتكون ضمن الأخبار السارة بإذن الله تعالى. والزيارة كلها إن شاء الله زيارة خير، وخادم الحرمين الشريفين يحفظ الله يعني دائما وأبدا يأتي بالخير. غدا إن شاء الله الخطاب الزيارة التاريخية لمجلس النواب، وسيلقي يحفظه الله خطابا لأعضاء المجلس، وهو يتحدث إلى مصر بأكملها يوم الشعب المصري كله من هذا المنبر. دلالة ذلك سيادة السفير، يعني لو شفت تغريدة خادم الحرمين الشريفين منذ وصوله قال إنه لمصر مكانة خاصة في قلبي. وبالفعل هو دائما في أحاديثه يركز على أن أول بلد زاره عندما كان شابا صغيرا في 15 وتطوعه هو يعني وإخواته في العدوان الثلاثي في الخمسينات. الحقيقة إنه مصر لها مكانة خاصة ليس فقط لدى العائلة المالكة وأبناء الملك عبد العزيز، كل أبناء الشعب السعودي يكنون كل محبة وتقدير لهذا الشعب الوفي، ونحن بإذن الله قادرون بالوحدة والتضامن والتكاتف على أن نحقق ما نسعى إليه ونتطلع إليه. وأعتقد أن الفترة الزمنية السابقة في منذ تولي خادم الحرمين الشريفين لمقاليد الحكم في 26 يناير 2015 وحتى يومنا هذا حققنا في المملكة إنجازات عديدة، سواء بعاصفة الحزم في اليمن، مرورا بالتحالف الإسلامي، مرورا بالتكتلات الإسلامية ورعد الشمال وغيرها وغيرها. فهذا يؤكد أننا نخطو خطوات غير مسبوقة في التعامل مع الاضطرابات التي
يعني تمتلئ الآن في هذا الزمان. طب سيادة السفير أخيرا، يعني أعيز أرجع تاني للجسر البري واللي أطلق عليه اسم الملك سلمان، وهي مبادرة طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. هل نتوقع مدة زمنية أنه يتم البدء فعلا في تنفيذ هذا المشروع؟ يعني ينفع؟ النية قوية، النية منعقدة يعني عارفين، لكن لم يعني ما فيش اي موعد محدد بتاريخ؟ لا طبعا الان خلاص، طالما انه هذا الامر اعلن من سيدي خادم الحرمين الشريفين وفي وجود فخامة الرئيس السيسي، سوف يبدا كل من له علاقة بهذا الامر في البدء على الفور في تنفيذ هذا المشروع، وان شاء الله يعني سوف يكون قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة السفير احمد الجطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.